بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا متابعينا، يا رب تكونوا كويسين وصحة كده. معكم مصطفى قناة يوتيوب. النهارده فيديو عن أغنية الجملة الفعلية. الجملة الفعلية اللي تبدأ بفاعل وبعدين فاعل، ومش لازم المفعول طبعا، ممكن يجي فعل وفاعل وبس على كده. الأغنية ايه بتقول؟ أغنية الجملة الفعلية: الجملة الفعلية تبدأ بفعل ماضي مضارع أمر، والفعل وراها الفاعل، والفاعل دايما مرفوع، والفاعل دايما مرفوع، والفاعل وراه مفعول، والمفعول دايما منصوب، ومش لازم يجي مش لازم يجي المفعول. صلى احمد العشاء، نام احمد في المساء. وتاني اغنيه الجمله الفعليه: الجمله الفعليه تبدا بفعل ماضي مضارع امر، والفعل وراها الفاعل، والفاعل دايما مرفوع، والفاعل وراه مفعول، والمفعول دايما منصوب، ومش لازم يجي المفعول. صلى احمد العشاء، نام احمد في المساء. بس كده الاغنيه رب تعجبكم. ما تنسوش اللي ما اشتركش اشتركوا، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. كانت معكم مصطفى قناه يوتيوب. اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. يلا مع السلامه.